لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثة، وخليني أروح لمداخلة مهمة جدا معايا على التليفون، كابتن طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش، ونفهم بالظبط ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. كابتن طارق، الحقيقه مع طلائع الجيش قدم مردود قوي جدا وكبير في بطوله كاس مصر، ولكنه لم يحالفه التوفيق فيما بعدها في بطوله الدوري. كابتن طارق العشري كان بعيدا جدا جدا عن الاعلام منذ رحيله عن النادي المصري من الموسم الماضي، ولأول مرة كابتن طارق العشري بيتكلم معانا عبر برنامج جمهور الثالثة. كابتن طارق، أهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. أهلا يا إبراهيم، أخبار حضرتك يا كابتن؟ طمني على حضرتك. ربنا يبارك فيك يا فندم. ربنا يبارك في عمرك. يعني من صوتك واضح طبعا إنك زعلان، ومن صوتك واضح إنك يعني إيه في حالة كده من حالات الحزن. أفهم من حضرتك إيه اللي حصل في الفترة اللي فاتت مع طلائع الجيش، ولماذا تقدم الكابتن طارق العشري باستقالته؟ لا أنا مش زعلان ولا حاسس. طيب مبسوط طيب؟ لا الحمد لله، أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى. يا رب. أولا أنت عارف المكان ده مكاني، المؤسسة العسكرية ديت هي من صنعت اسم طارق العشري. عظيم. أنت عارف الأماكن اللي زي ديت طبعا إحنا بنروح فيها مكلفين. و الفترة اللي فاتت دي طبعا لما توليت المسؤولية قبل بطولة كأس مصر الزمالك والأهلي، فترة جيدة جدا جدا، أنا بشكرهم عليهم، بشكر طبعا مجلس إدارة النادي الطلائع. كان المردود جيد جدا جدا، ولكن يعني مقدرة ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. ويمكن الكورونا دي ورايا ورايا كل حته يعني. الله بتقدم لي كل مبدا في شيء بتتدخل القدر في شيء انت ليس لك يد. يعني مع بدايه بطوله الدوري 8 اصابات بفيروس كورونا بالظبط كده طبعا، يعني هز 8 اصابات اساسيين من الفرقه اللي انت شفتهم في بطوله كاس مصر امام فرقتين كبار طبعا، نادي الزمالك والنادي الاهلي. ولاد راح قدموا ردود جيد جدا، وانا كان عندي طموح كبير جدا جدا معاهم. الكواليتي بتاع الولاد كويس قوي، فرقه حلوه قوي، فرقه حلوه فيها عناصر مهمه كلها يعني. وانا قلت لهم حتى يعني انا حتى قبل ماتش الاتحاد قلت لهم انتوا المكانه دي مش بتاعتكم يعني. انا لكم مكان احسن من كده بكتير. لكن هي الظروف النهارده كل يوم الكورونا الاربع ماتشات اللي فاتت دي هي اللي بتحط لك التشكيله المناسبه للمباراه. ايوه طبعا استقرار الفريق الاتجاه اللي احنا وصلنا له قبل مباراه الكاس حتى طريقه اللعب، لان احنا كنا بنغير طبعا في طريقه اللعب بما يتناسب الامكانيات الموجوده في الفريق. طبعا بالشكل اثر الفريق بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه احنا كان في بدلك صراحه، حتى اللي كان بيلعب كان بيأدي بشكل كويس، لكن يعني في سوء حظ كبير جدا جدا جدا، كولر في عدم التوفيق، الكره اللي رايحه عليك بتترجم وفرص قليله وانت بتروح بفرص كتيره جدا ما بتترجمش. طبعا دي بتبقى سوء حظ بيصادف الفريق، وانت عارف اللي دايما هو في البوت هو المدير الفني. ايوه طبعا. طبعا عدم التوفيق ده انا حسيت بصراحه بعد ماتش الاتحاد جدا جدا في الفتره اللي انا ما حققتش فيها نتائج. حقق فيها نتائج سلبيه طبعا، وده مش كان مردودي ولا تخطيطي ولا طموحي. انا قلت ان الامور بالعكس كمان هتمشي كويس جدا في الستارت، لكن ربنا سبحانه وتعالى ليه مشيئه. وانا طبعا مؤمن طبعا بالله سبحانه وتعالى، مؤمن طبعا بالتوفيق وعدم التوفيق، ففضلت ان انا اعتذر صراحه، هم تمسكوا بيا، لكن انا قلت لهم صراحه ان يبقى في تغيير اتموسفير عشان خاطر الفريق. وطبعا بشكرهم على الفتره اللي فاتت، واشكرهم على تقبلهم طبعا اعتذاري، وده مكاني يعني في اي وقت طبعا جعله في اي وقت هروح دايما. لما بيكلم ما اكلف من قبل المؤسسه العسكريه ما بقدرش اتاخر عنهم. صحيح. طيب ما بين حرس الحدود بداية الموسم الماضي والمصري، ثم العودة للحرس، ثم طلائع الجيش، يعني تفسير الكابتن طارق العشري ايه لسوء الحظ وسوء التوفيق خلال الفتره اللي فاتت،
والكابتن طارق العشري نفسه هو كان صاحب انجازات كبيره جدا مع حرس الحدود فيما مضى، وصاحب افكار كانت مميزه جدا كرويا، ودايما لما بنتكلم في طريقه 4 4 2 يعز الفضل لاول من لعب بهذه الطريقه الكابتن طارق العشري. لما بتيجي تقيم الفتره اللي فاتت ديت السنه وشويه دول يا كابتن طارق، ايه الاسباب من وجهه نظرك اللي فيها مفيش توفيق بحلفك؟ شوف انا مريت بظروف صعبه جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت يا ابراهيم. اولها طبعا بالمصري، ثم بدايه جيده جدا مع المصري امام الزمالك. بعدين كورونا ضربت الفرقة بشكل كبير جدا، ده كمان عدد كبير، بقى مش 8 يعني قد يفوق ال 20 لاعب الفريق، اداريين الفنيين، انا ذات نفسي قصته. ايوه رجعنا ما رجعناش برضه للقواعد الاساسي، لان انت عارف اللعيب بيغيب بيخش في حدود 20 يوم، بعيد تماما تماما عن الممارسه الرياضيه. عشان يرجع محتاج تدريبات وقت عشان يرجع فنيا وبدنيا عشان انت ترجع للقوام. طبعا في الشك طبعا اهتزت النتائج في النادي المصري، لكن على اثرها النتائج اهتزت، وانت عارف الانديه الشعبيه لما الاداء بيهتز النتائج بتهتز. الضغوط الشعبيه والجماهيريه في النتائج دي لابد مجلس الاداره بيرضخ، ما فيش صبر وما فيش نتائج جيده، فكان الاتفاق ان احنا خلاص نفك الارتباط بالتراضي، وحصل اللي حصل زي ما انت شفت في الفتره اللي فاتت. وقع الحرس الحدود، انا كنت طبعا ما تنساش ان انا قبل ما اروح كنت ماسك حرس الحدود. ايوه بدايه الموسم كنت بحضرتك اللي بتتولى الموسم. وخططنا بشكل جيد جدا 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 جدا. والفريق كان وصل لمرحله كده، وانا يمكن سايبهم هم في المركز التاسع. كان الفرقه ماشيه بشكل كويس، والجماعه حوالي رجعت الفرقه فاضلها 7 مباريات، وانت عارف لما ترجع بيكلموك وبيكلفوك، ما بتقدرش تقول لا. ليه؟ لان ده مكانك وبيتك وهما صنعك تاريخ واسم طارق العشري، والظروف صعبه جدا جدا، فما بتقدرش زي اي مدرب تاني لما بيعرض عليه الموقف تقول له لا. جيت عشان انقاذ مهم، الانقاذ ما اتحققش، او الهدف ما اتحققش، عشان كده انا اعتذرت قبل ماتش الزمالك. وما تنساش انك بتيجي بتكليف وفي الانديه دي بالذات، وبتمشي باذن، يعني انت مش حر نفسك في المشيات، تكلف وبتمشي باذن، يعني بتستاذن الاول انك ماشي. فانا استاذنت سواء ان انا رحت النادي المصري، واستاذنت قبل نادي الزمالك، والناس طبعا تقبل الاعتذار بشكل يعني بصدر رحب، وما حققتش الهدف اللي انا كنت جاي في وقت صعب، لان انا جيت لقيت الفرقه في المراكز الاخيره. حاولت بقدر الامكان، لكن كره القدم طبعا في ساعات الظروف ما بتساعدكش، يعني منها مباراه طلائع الجيش لو انت اتفرجت عليها يا ابراهيم. ايوه كابتن. اللي احنا حققنا فيها الفوز في الدقيقه الاخيره، والفار لغى الجول. ايوه. المباراه دي بالذات، المباراه دي بالذات والهدف ده بالذات، لو كان تحقق الفوز لحرس الحدود كان زمان حرس الحدود في الدوري. كان عندك ماتش قدام اسوان كمان برضو كان صعب. لا ده الدنيا بقى، انت كنت هجيب الانديه دي، لكن هو حصل انك تاخرت ووسع الفارق، واخد بالك؟ ايوه. جول جاي في الدقيقه الاخيره، ما تنساش احنا فرحنا فرحه كبيره جدا. أيوه. ثم الفرحه دي يا صاحبي اتمنينا بسبب الفار بتاوح في نص الملعب، ما تحققش. ماتش اسوان نفس الكلام، هدف من ضربه اوت لينا، نتحسب ضربه ركنيه جت علينا هدف. ايوه. طبعا انا قصدي ان انا يعني عملت ما عليا، لما يعني لو انت بتدور على مصلحه طارق العشري فانا ضحيت باسمي في سبيل ان انا ارجع للنادي بتاعي. طيب ما دورتش على اسم طارق العشري. ما هو ده اللي ده 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 اللي هيخليني اسال حضرتك السؤال ده. ما هو في النهايه اللي هيدفع الثمن كابتن طارق العشري. اللي اتحسب عليه التجارب الكابتن طارق العشري. بص 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 يا ابراهيم، في سبيل ناديك، في سبيل ناديك، ولما بيقول لك وما بيكلفك ما بتدورش على ان طارق العشري ممكن يتضرر وما بيتضررش، وفي الاخر انا اللي اتضريت، ولذلك ان انت شفتني التزمت الصمت تماما. ايوه. ولا اتكلمت في اي شيء، ولا بررت ولا قلت، خلاص الموضوع انتهى، والموقف انا تقبلته خلاص، رغم ان انا الوحيد اللي اتضرر. طيب
اسال حضرتك بقى سؤال، وانت عارف ان دايما بحب اتكلم معاك في الفنيات. هل خلال الفتره ديت يفكر الكابتن طارق العشري في تغيير استراتيجيته وطريقه افكاره؟ انت كنت واحد صاحب فكره كانت 4 4 2 في التطبيق في الدوري المصري، ثم من بعدها الكابتن طارق العشري اصبح له ستايل معين له علاقه باللعب على الكره الثانيه وتوجيهها في اي مكان. ويمكن اتكلمت مع حضرتك وكان ليا شرف ان انا اتناقش مع حضرتك في هذه الامور الفنيه. هل يفكر الكابتن طارق العشري في تغيير هذه الاستراتيجيه بطريقه لعب ثانيه مختلفه غير الطريقه اللي بتعتمد على الكره الثانيه ولا لا؟ اللي انت شفته في مباراه الكاس ايه يا ابراهيم؟ يعني انا شفت لعب على الهجمات المرتده، بس برضه لسه في الكرات الطوليه. كرات الكاس الطوليه الكرات الطوليه. انت شفت الكلام ده الاسلوب ده في مباراه الكاس امام الزمالك والاهلي؟ لا، بقول لحضرتك شفنا الهجمات المرتده، اللعب على الهجمات المرتده اكتر، ولكن لا. برضو ولكن لا. برضو كان طب لا. قول لا 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 يا طيب. احنا قدمنا مباراتين متوازنتين امام فرقتين، اكبر فرقتين في مصر. ما انا ما بتكلمش على الاداء لانه الكل ما بتكلمش على الاداء لانه الكل اثنى على النديه اللي لعب بيها طلائع الجيش قدام الاهلي او الزمالك. التوازن يعني ايه؟ معنى التوازن يعني انت بتتاح في اساليب اللعب انك تلعب بالميكسنج. ممكن اذا الامور اتقفلت معاك في الاستحواذ فبتلعب على السكند بول، اتقفلت عليك السكند بول تلعب عليك الاستحواذ. وكانت نتائجها ان احنا هدفنا في اكبر فرقتين. الزمالك تفوقنا 3-1، معنى انك تصل بالزمالك وتحط 3 اهداف يعني ده يدل مدلول واقعي على ان الفرقه كانت في المباراه ند بالند مع فريق كبير زي نادي الزمالك. حاجه ثانيه مع مباراه النادي الاهلي، وخلي بالك احنا لاعبين 240 دقيقه يعني 120 دقيقه في كل مباراه. تمام. لياقه اللعيبه جيده جدا، الحضور الذهني داخل الملعب جيد جدا، الانتشار الدفاعي بشكل جيد جدا، الانتشار الهجومي في توازن، في مباغتات، في مباغته ضغط على الضغط على 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 دفاعات النادي الاهلي، نادي الزمالك، استثمار للاهداف. وهي ديت المباراه، المباراتين كانوا القاعدين المحللين والمشاهدين كلهم اثنوا على اداء فريق طلائع الجيش في الاداء الجيد. ايه اللي فرض الاسلوب ده؟ الكواليتي بتاعنا. ايه اللي فرق في الاسلوب ده؟ الكواليتي بتاع اللاعبين، انك تختار الكواليتي بتاع اللاعبين هو اللي بيختار لك الاسلوب الامثل اللي انت تقدر تأدي بيه. حضرتك عايز تقول انه في خلال مباراه الاهلي والزمالك اعتمدت على طرق مختلفه ليها علاقه بالمزج ما بين الاستحواذ احيانا واللعب على الكره الثانيه لما يبقى الامور مقفوله عليك من الناحيه الهجوميه، مظبوط كده يا كابتن طارق؟ انت اي فرقه في العالم بتستخدم الاسلوبين. اي فرقه في العالم بتستخدم، ممكن تلعب على السكند بول، ممكن تلعب على الاستحواذ، كل فرق العالم لها استراتيجيتها، المهم ان انت بتحقق الهدف ولا لا. ايوه المهم. لكن ايه اللي فرق مثلا في ال3 مباريات او ال4 مباريات اللي احنا اخفقنا فيها في طلائع الجيش؟ ايوه ما عادش القوام الاساسي بتاعك اللي انت خضت بيه المباراتين. في اهتزاز في نواحي الانسجام داخل الفريق، وفي سوء توفيق، عدم ترجمه الاهداف، الفرص اللي انت اتيحت ليك لاهداف. الفرق الاخرى فيها توفيق ان بتستخدم انصاف الفرص. لك انت تخيل في مباراه نادي الاتحاد فرصتين بجونين، مباراه مال البحله انت مسيطر عليها تماما، لكن خطا من بسام ادى الى خساره المباراه. مباراه اسوان مسيطر عليها بنسبه السيطره، لو انت بتدور على السيطره والاستحواذ، طلائع الجيش مسيطر بنسبه 60%، مش كلامي. أيوة. الكلام عندكم في الاستوديوهات. ايوه الكلام في الاستوديوهات عندكم، لكن خطأين من حراسه المرمى ادى في الاخر الى الهزيمه. فكانت الشيء اللي كان واضح في الفتره الاخيره نسبه الاخطاء كانت كثيره، وده كان برضه ليه مردود؟ لان ما كانش فيه انسجام في خطين مهمين جدا، حراسه المرمى وخط الدفاع، نظرا لغياب بسام في بسبب كورونا. غياب اكتر من عنصر في خط الدفاع اساسيين بسبب كورونا. فكنت بتدخل عناصر جديده داخل الفريق، اهتز طبعا في الشك الخطين دول، ودول اهم خطين في اي طريقه انت بتختار. طب ده كلام محترم جدا يا كابتن طارق. اخر حاجه عايز اسال حضرتك، خلال المواجهتين الاهلي والزمالك، من اللي يعني كان اصعب عليك في هذا اللقاء، الزمالك ام الاهلي؟ الاثنين.
انت بتلعب قطبين، انت بتلعب محطات يعني ليفل في ليفل اعلى. الاهلي في السنه دي بطل افريقيا، ايوه، فالقبليه الزمالك هو الثاني في بطل افريقيا، فكان الاثنين بالنسبه لنا طبعا يعني مرحلتين صعبين جدا 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 عشان تصل للمحطه النهائيه، ولولا برضو عدم التوفيق، لان تعرف ضربات الجزاء دي توفيق كبير جدا، لو كنا وفقنا كنا احنا ابطال الكاس. انا عاوز اقول لك حاجه، اتفضل. كل الناس اللي كانت بتقابلني بتهنيني ان كان طلع الجيش هو الاولى بالكاس للاداء المتميز اللي هم ادوه. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. كانوا مباراتين قويتين جدا جدا الحقيقه، وده اللي خلى الناس شويه تنتظر طلائع الجيش بشكل مختلف في الدوري. يعني انا عايز اقول لحضرتك، انا كنت مراهن انه طلائع الجيش الحصان الاسود، وان هو في المربع الذهبي ما فيهاش كلام. يعني يمكن كنت بتكلم مع العميد احمد مهدي في الموضوع ده قبل الموسم، قال لي يا عم ابراهيم بطل نقى، بس واضح ان انا عيني وحشه تقريبا ولا ايه، مش عارف. لا بص، طبعا بص، وانا ذات نفسي كنت برضه، انا ذات نفسي كنت راسم يعني صراحه امال كتيره جدا جدا في الفتره اللي فاتت دي، لكن في حاجات انت يعني ليس لك يد فيها صراحه. يعني موضوع ضرب استقرار الفريق ده طبعا ما فيش شك يمثل عائق كبير جدا جدا امام اي مدير فني، فما بالك ثمان لاعبين اساسيين بتعتمد عليهم بشكل كبير جدا، وانت عارف ان حتى في الفرق الكبيره اثنين لعيبه بس بيغيبوا بيهزوا الاداء، صحيح، وبيهزوا النتائج، فما بالك ثمان لعيبه. وبعدين انت بعد كده بتحاول، يعني انا شايف ان طلائع الجيش هيجي بعد كده. ليه؟ لان اللعيبه دي هتتعافى، ابتدوا واحد ورا الثاني يتعافى، هيبتدوا يستردوا لياقتهم البدنيه، بعد كده هيستمدوا قوتهم من جديد، يتجمعوا من جديد، ان شاء الله باذن الله النتائج هتتحسن في طلائع الجيش، فريق هيصل لمكانه جيده جدا جدا جدا. وانا بشكر طبعا مجلس الاداره، وبشكر العميد احمد مهدي على الفتره، على كل العناصر اللي فاتت دي كلها. ان شاء الله باذن الله يوفقه في اللي جاي باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. اخر سؤال يا كابتن طارق، حضرتك ناوي تعمل ايه الموسم ده؟ افكارك ايه؟ تطلعاتك ايه خلال الفتره اللي جايه؟ عاوز اداري نفسي بالكورونا اليومين دول. عايز تجربه جديده ولا بتفكر في الاستراحه ولا ايه افكارك؟ لا والله قاعد اهو، والله قاعد اتدرب في الكورونا، لان الكورونا الظاهر يعني الصراحه ملزوقه فيا في اي حته، شكلك بيبوظ لي كل الشغل مش عارف فيه. ففتره استراحه ان شاء الله بيت. ربنا يكتب لك الخير كله يا كابتن طارق. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش، وكلام مهم جدا.